الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أسماء الله الحسنى لجلب المال سبق وتكلمنا عليها، تقرأها 100 مرة في جلسة واحدة. 100 مرة يعني مثلا تبدأ كما سأقول الآن، تقرأ الله الرحمن الرحيم هكذا، الله الرحمن الرحيم إلى آخر اسم. هذا يسمى واحد، وتكرر الله الرحمن الرحيم إلى آخر اسم. 2، الله الرحمن الرحيم إلى آخر اسم. 3، هكذا، يعني تقرأ 100 مرة. صفحة الورقة التي فيها أسماء الله الحسنى تكررها 100 مرة بهذه الصيغة، في أي وقت شئت، في الصباح أو في المساء، من المجرد أن تجلب الرزق. وليس فقط الرزق، في عديد من الأسرار، الشفاء من الأمراض، تيسير الأمور. من يقرأ أسماء الله الحسنى مجربة بإذن الله، ولكن من جربها أنها تجلب المال فعلا. إذا لم تجد المال في المنزل، أو لم يأتيك المال وتجده بين الملابس كما وجده بعض الناس، فسييسر لك المال. مثلا يأتيك عبر شخص، كل شخص يأتي المال، ربما يأتي المال مختلف على شخص آخر، ربما يأتيك مال عبر شخص، ربما على حسب عمل، ربما هدية، ربما تجده في المنزل، يعني على حسب كل شخص، على حسب طاقته. فقط هذه من مجربة من أراد أن يقوم بها إن شاء الله، من أسماء الله الحسنى 100 مرة تجلب المال إن شاء الله. هذا كل شيء، أتمنى لكم الخير وإلى اللقاء. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله.